خلينا نتكلم برضو عن مسلسل ما سبق الإصرار ده، كان فيه انتقام بقى للفنان غادة عبد الرازق طبعا يعني. فاحكي لي انت، ده الانتقام اللي انت بتحبيه اللي هو الانتقام، بس انتقام راقي كده شوية. اللي هو الهدوء المميت، تعرفي هذا الشيء، أحب هذه السوالف يعني. طيب خليني أسألك، اللي جاي ايه عندك ان شاء الله؟ شوفي إن شاء الله بإذن الله، أنا حابة أنه أنا يعني يكون عندي جديد بمصر، وأن يكون عندي أكثر من مشاركة بمصر. وأنا عندي الحين نفس ما خبرتك بالبداية أنه أنا في عندي، حاجة لسه بتقريها أيوة يعني، سكريبت المفروض في فيلمين. فيلمين أيوة وطلع بدور باللهجة المصرية ولا باللهجة الإماراتية؟ المفروض، لين الحين انه في دور بكون فيه نصابة، اوكي. فبكون طالعة يعني شوية اتكلم مصري شوية اتكلم خليجي، يعني انت طالبة تنصبي بالمصري وبالاماراتي يعني يعني. هو النصاب يقدر يعني يسوي كذا شيء، عرفتي؟ او يعني بيلعب بالسبع ورقات زي ما بنقول ايوه يعني. هذا هو. طب والفيلم الثاني؟ الفيلم الثاني المفروض انه يعني انا لسه بعدني اقرا السيناريو، وبس لين الحين ما سويت ما فيه فيش شيء. لسه، ما ايوه مضيتيش ولا اي ايوه لا حاجة. لا لا، فمش حابه اني اتكلم عنه بصراحه. طب خلينا نتكلم عن الدراما الخليجية تمام. او الدراما الكويتية كمان تحديدا، دراما مهمة جدا 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 الحقيقة. مين طبعا تحبي تشتغلي معاه من عبد المحسن النمر، طبعا انا لسه ما كملتش السؤال حتى. عبد المحسن، ما خلاص. عبد المحسن النمر خلاص، ما شاء الله عليه. انا طبعا اشتغلت وياه بهارون الرشيد، يعني الشخص هذا ما شاء الله عليه أيقونة، انا كثير احبه وكثير احترمه بصراحة، وكل مرة كنت اوقف قدامه اتعلم منه شيء، حياة الفهد، ايه رأيك؟ ما شاء الله عليها. طبعا بعد حياة الفهد احب اني اشتغل وياها هي طبعا. يعني زي ما بيطلق عليها سيدة الدراما الخليجية. طبعا طبعا ما شاء الله عليها. وطبعا انا في ناس من اصدقائي اشتغلوا وياها، سألتهم عليها يعني هي نفس ما تشوفونها، حد يعني جميل ما شاء الله عليها. خليني برضو اروح لمرحلة تانية او نقطة تانية، الفن الاستعراضي كان موجود اوكي عندنا هنا، الفنانة نيلي وشريان طبعا يعني. طبعا طبعا. ما نفسكيش تقدمي حاجة استعراضية فيها غنى وتمثيل ورقص، تبقى حاجة شوفي انا في مرة شخص قال لي انتي فنانة شاملة، بس انا يعني انا حاسة انه بعدني انا ما خديت الفرصة اللي تطلع كل شيء عندي. انت بتغني؟ لا. لا. لا بتغني، شكلك بتغني. شوفي في ناس تقولي انتي صوتك حلو، بس انا اشوف انه انا طب ما صوتي تيجي نجرب كده لا لا نعرف لا احنا لا صوتك حلو ولا وحش. احنا هنقول هنشوف. لا لا لا، ما احب، احس انا عارفة عمري يعني. لكن انت ما عندكيش مشكلة انت تقدمي دور فيه استعراض يعني، حتى لو في غنى بتؤدي مش بتغني يعني، ممكن ما عندكيش ممكن، ايوه مشكلة.